السلام عليكم جميعا الإخوة الحضور الأخوات الحاضرات، كل باسمه وبمقامه وبمنزلته الاجتماعية وبرتبته العلمية، مرحبا بكم جميعا. دعوني قبل أن أبدأ هذه الجلسة أن أثني على شعبة جمعية العلماء المسلمين لجملة من الأسباب، لعل أهمها أنها أحيت سنة حميدة في هذه البلدة. هذه السنة كانت قد اندثرت في سنوات خلت ولكنها عادت الآن، وهي سنة الأسابيع الثقافية لهذه البلدة، حيث كنا أواخر السبعينيات وما تلاها إلى بداءة التسعينيات مع من جرى ما خلفته، كان الأسبوع الثقافي لهذه البلدة يعقد، وكان يتزامن مع ذكرى وفاة الشيخ رحمه الله الشيخ البشير في 20 مايو العام 1965. الحقيقة إني إذ أجلس ها هنا أستحي، لأن في هذا المكان كما لجمعية العلماء المسلمين تاريخ، فلهذه القاعة بالذات تاريخ أكبر. في هذا المكان أيها الأفاضل جلس كثير من العلماء وجلس كثير من الدعاة، لذلك أجدني أستحي للفارق الموجود بينهم أن أكون ها هنا في مكان جلس فيه ذات سنة منذ أزيد من 3 عقود جلس الشيخ البوطي رحمه الله، وجلس نجل الشيخ البشير إبراهيمي أحمد طالب الإبراهيمي. فبالتالي أجدد الثناء والشكر للجمعية على هذه السنة الحميدة. الأمر الثاني، إنني شاكر للجمعية هذه الثقة التي وضعت في شخصي وجعلوني رئيسا لهذه الجلسة، يعني فأرجو والله أسأل ألا أخيب ظنهم وأن يستروا عني ما رأوه مني من نقص الوعي. الأمر الثاني، دعوني أرحب بالضيوف الأفاضل خاصة ومرافقيهم، سواء كانوا من الأساتذة المحاضرين الأستاذ علي حامدي ولا الأستاذ سمير دهري، ومرافقيهم أيضا من الذين جاءوا معهم ها هنا، أرحب بهم في هذه البلدة. سيما بالنسبة للأستاذ علي حاليتين قد ألفنا وألفناه، يعني بالنسبة لحضوره في بلدتنا سواء في ذي القاعة أو في المساجد مألوف وصار اسمه متداولا، يعني ربما يعرفون علي حاليتين في رأس البلد أكثر مما يعرفني أنا، وهذا واقع. ولكن بالنسبة للأخ والزميل والدكتور سمير دهريب، هي ذي أول زيارة له بهذه البلدة، فمرحبا بك سيدي الفاضل. وأنا لأن الملتقى يأخذ كمركزا سؤالا مركزيا يطرح سبل الإصلاح في المجتمع، لذلك سيتقدم الأستاذ سمير دهريب بمحاضرة بناء الشخصية، موسومة بناء الشخصية القوية لدى الطفل وأثرها في الإصلاح الاجتماعي. ودعوني قبل أن أدعو لأن يتقدم أني بحثت في سجل الرجل فوجدت والله بارك حافل، يعني سيرة ذاتية ما شاء الله، فهو دبلوم محترف من شهاداته أنه صاحب دبلوم محترف لتنمية البشرية من المركز الأمريكي، دبلوم المستشار الأسري المعتمد بمكة المكرمة، دبلوم مستشار تربوي معتمد لمرحلة الطفولة بالمغرب، وكذلك دبلوم مستشار معتمد لمرحلة المراهقة، مستشار أسري متخصص في العلاقات الزوجية من الأكاديمية العالمية لعلم الاجتماع بالمغرب فيما أحسب ياك صح. وأما أهم المناصب التي شغلها الأستاذ فهو رئيس للاتحاد العالمي لمركز التدريب والإرشاد الأسري، نائب الأمين العام المساعد لرابطة المدربين العرب، منتج ومقدم عديد برامج التربوية بجملة من القنوات تابعت بعضها، من ضمنها قناة الأنيس قناة المجد، وعضو دائم تقريبا في قناة في الإذاعة الوطنية والإذاعة القرآن الكريم. هو مدير مؤسسة ريادة للتدريب والاستشارات الأسرية، هو أستاذ وأنا كنت أحسبه حاليا لكن وقع لي سابقا بالمعهد الوطني لتكوين الإطارات الدينية، كان اختصاصه تدريس مقياسي علم التربية وعلم النفس، قدم العديد من الدورات في عديد الدول، لبنان، الأردن، قطر، تونس، السودان، تركيا إلى غير ذلك، يعني ما شاء الله سيرة ذاتية حاضرة وثقيلة صح، يعني ربي يحفظك. المهارات متمكن
يجيد اللغات الثلاث. وأنا تابعتك العديد من محاضراته على الشبكة العنكبوتية يعني أول مرة تشرف أيضا. فيجيد اللغات الثلاث، يجيد العربية كتابة ونطقا، يجيد الفرنسية، يجيد الإنجليزية. وله مؤلف جميل جدا وأثار كثيرا من الدرجة موسوم بعشر سامحني فؤاد عشر قواعد في التربية، هذا كتاب. كتفضل السيد الفاضل. مرحبا بك سيدي بين أهلك وبين إخوانك، لاعتبار هذه أول زيارة لي. أما الأستاذ الثاني فهو أكبر من أن أقدمه، يعني قلت معرفتكم به ربما أكبر من معرفتي، لكن اليوم أنا سأقدمه كاتبا يعني. فهو الأستاذ الدكتور علي حالتي، مدير مركز الشهاب للدراسات والبحوث، عضو الهيئة الاستشارية العليا لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين. وهو دكتور في علم النفس، وقرأت الكثير من مقالاته. له جملة من المقالات ما شدني فيها هي الجرأة واللغة. يكتب الأستاذ بجرأة ويكتب بلغة جميلة جدا. له من المقالات التي شدتني شخصيا السلطة بين الرؤية والخطة، مهارات سياسية ضد الوطن، حول أحجية التدخل الأجنبي، رمادي وأبيض بين الحراك الجزائري والرئاسية، أردوغان الجزائر لم يعمر سوى شهرين. هذا المقال تحديدا نشر بتاريخ 28/8/2017. يقول فيه يعني مما شدني من العبارات، يقول نحن نعيش حالة من الأبارتايد الإيديولوجي، حيث تتسلط أقلية علمانية فرنكفونية مرتبطة بالاستعمار على القرار السياسي والاقتصادي الوطني، وتقوم بإبعاد باقي المواطنين الناطقين باللغة العربية. هذا من مقاله أردوغان الجزائر، والكلام هذا في الوقت الذي كتب فيه كلام جريء ولغة جميلة أيضا. الشيء الذي قد أشدكم إليه وأثير انتباهكم إليه أن هذا ما اكتشفته مؤخرا، مع أنه اختصاصي يعني، أن الأستاذ أيضا روائي، صدر له نصان روائيان جميلان جدا، خاصة النص الأول لأنه تناول العشرية الدموية بمرارتها، رواية موسومة جسور الموتى. وهذه الرواية قال من هم أعلم مني في النقد كالأستاذ حسن خليفة وأخي وصديقي عبد الملك بومنجل، كتب حولها دراستين جميلتين جدا. وآخر ما أصدر فيما أحسب كهنة الضياع هكذا. شكرا سيدي الفاضل، تفضل هنا تشرفنا. أيضا مرحبا بك. أستاذ علي حقيقي، دراسته موسومة بالنسوية وطبيعة المرأة، كما أرحب أيضا بكاتب الجلسة الأخ والزميل لنا بحبارة وبكل من التحق للتوي. ستنطلق فعاليات مداخلاتنا بالأستاذ بالدكتور سامر دهريب الذي يقدم محاضرة موسومة ببناء الشخصية القوية لدى الطفل وأثرها في الإصلاح الاجتماعي. وقبل أن أحيل إليه الكلمة، أنا تابعت محاضرة الأستاذ وإنه لا يطرح أسئلة ويثير قضايا على غير ما ألف الناس، حتى إنه يهدم كثيرا من المعاني التي ألفناها نحن في تداولنا. إذا ستقوم المحاضرة على أس كيف نحقق، لأننا في مسألة الإصلاح كيف نحقق قوله عز وجل وآتيناه الحكم صبيا من خلال تنشئة صالحة، وكيف يحرص الإنسان على أن لا يقع، لأن النية الحسنة لا تصلح العمل الفاسد كما يقول الفقهاء، لأنه وكثير ما وقع نحن كآباء وكمربين أن أبناءنا، والكلمة اقتبستها من بعض محاضراته، يقول أن أبناءنا هم من يعطوننا ولسنا نحن من نعطيهم. كذلك كم من سلوك رائع لم نمدحه فأطفأناه، وكم من سلوك سلبي ركزنا عليه فعززناه. وهذا فقط كما قلت عن حسن نية ربما نفعل هذا. يتفضل الأستاذ سمير دهريب مشكورا، وله من الوقت ما يكفيه ليقدم الخطوط العريضة لمداخلته. زد على هذا فقط أنبه الإخوة الحاضرين،
أن التفاعل مع المحاضر سيكون تفاعل مباشرة، وأيضا بالنسبة للذين يجدون حرجا هناك قصصات ستوزع عليهم ولهم أن يكتبوا ما شاءوا، وزمنئذ لي فقط السلطة التقديرية سواء مع الأستاذين واليعذراني أنا شوية متسلط ومع القاعة من باب الوقت. شكرا لكم، يتفضل أستاذ فار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحتدا وأبهره صدرا وموردا وأطهره مضجعا وموردا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه غيوث الندى وليوث العدى صلاة وسلاما دائمين متلازمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية نبدأ بالشكر لهذه الجمعية، جمعية العلماء المسلمين، التي نتشرف دائما بالمشاركة معها في ملتقياتها في ندواتها في أيامها الدراسية، ونتشرف بحمل هذا الاسم الذي حمله أجدادنا وآباؤنا من أمثال الشيخ محمد البشير إبراهيمي عليه رحمة الله تعالى، ونشكر أيضا لشعبة رأس الوادي على تنظيمها لهذا الملتقى وعلى تعبها وجهودها في جمع هذا الحضور الكريم. ويعني لم أكن أتوقع وأنا أجلس هناك أن ما شاء الله القاعة قد امتلأت عن آخرها، فهذه الجهود تحسب لكم ولأهل هذه البلدة الطيبة التي نشم في كل زواياها وأزقتها، نشم عبقا من جمعية العلماء المسلمين وعبقا من تاريخ هذا الرجل البشير الإبراهيمي عليه رحمة الله. الشكر أيضا لسيدي رئيس الجلسة على ما قدم وأجاد، وبين قوسين صرنا في هذا الزمان صرنا نتعوذ من كلمة مدرب التي جمعت تحتها بعض أشباه من تخصص في هذا المجال، ونحاول قدر الإمكان أن نفهم الناس أن التنمية البشرية ليست علم، إنما هي أداة لإيصال العلم، هي بعض المهارات التي نتعلمها سواء في الخطاب أو في أي مهنة نمارسها. ونبدأ بإذن الله تبارك وتعالى هذه المداخلة بعنوان بناء الشخصية القوية لدى الطفل وأثره في إصلاح المجتمع. بداية، لماذا هذا الموضوع ولماذا اخترنا هذا العنوان؟ ما هي إشكالية البحث الذي نحن بصدده؟ أولا، القوة مطلب شرعي، القوة مطلب شرعي. ربنا تبارك وتعالى يقول يا يحيى مناديا نبيا من أنبيائه يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذ الكتاب بقوة، بقوة عزم، بقوة إرادة، بقوة علم، بقوة شخصية. وقالت إحدى ابنتي شعيب قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، وبدأت بالقوة قبل الأمانة، مع أن مقتضى الحال يقتضي أن تبحث عن الرجل الأمين. أنت تريد أن تستأجر شخصا، فأول شيء تفكر لما أنت تحب توظف واحد في محل تفكر في الأمانة، ماذا تفعل بقوته؟ هذا ليس جنديا في الجيش. لكن قالت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، فكأنها أرادت أن تقول أن قوة شخصية الإنسان هي التي تجعله يحافظ على قيمه، وضعف الشخصية هو الذي يجعل الإنسان يضيع قيمه في الطريق إذا ضعف. فهي مطلب شرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم حث عليها من خلال حديثه الصحيح الذي قال فيه المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ثانيا، القوة حاجة إنسانية. لو نظرنا إلى أحدث النظريات، من أحدث النظريات نظرية الاختيار عند ويليام جلاسر، نجد أنه عد الحاجات الإنسانية خمس حاجات أساسية وذكر منها الحاجة إلى القوة. فالناس في بحثهم عن هذه الحاجة وسعيهم إلى الشعور بأنه قوي
تختلف الصورة الذهنية للقوة عند الناس. بعض الناس يرى القوة هي قوة منصب، وبعضهم يرى القوة هي القوة المالية، وبعضهم يرى القوة هي قوة اتخاذ القرار، وبعضهم يرى القوة هي قيام الليل، وبعضهم يرى القوة هي القدرة على الاستيقاظ في صلاة الفجر، وبعضهم يرى القوة هي البيت السعيد الهنيء، وبعضهم يرى القوة في السيارة القوية التي تسعفه إذا أراد أن ينطلق في الطريق السريع. وتختلف الصورة الذهنية عند الناس، ولكنها تجتمع في الحاجة إلى القوة، فهي حاجة إنسانية يسعى جميع الناس لها. ثالثا، المجتمع القوي لا يبنى إلا بفرد قوي تتشكل من خلاله أسرة قوية. هذا المجتمع القوي يبنى بفرد قوي تتشكل من خلال هذا الفرد أسرة قوية. ولذلك نقول دائما أن الحضارة الإنسانية لا يمكن أن تبنى بثروات باطنية. والعرب ما شاء الله، يعني البلدان العربية تسخر بالثروات الباطنية، ولكن لم نستطع إلى الآن أن نعيد مجد الحضارة من جديد، وأن نعيد بناءها ونعيد إليها عزها من جديد. الحضارة الإنسانية لا يمكن أن تبنى باقتصاد قوي. بعض الدول العربية لها اقتصاد قوي، لا يمكن أن تبنى بخزينة مليئة بالدولار، ولكن الحضارة الإنسانية تبنى بجوهرها وهو الإنسان. فإذا استطاعت الأسرة أن تنشئ ذلك الإنسان الحضاري، الإنسان صاحب الشخصية القوية، الإنسان المتعلم المواطن الذي من خلاله تبنى الحضارة ويبنى المستقبل لهذه الأمة. رابعا، أغلب الأسر اليوم، أغلب الآباء والأمهات الذين نحن في احتكاك دائم، أقول معهم نحن دائما في احتكاك دائم من خلال استشارات، من خلال البرامج، دائما في تواصل مع الناس. وبالتالي أغلب الناس اليوم بحثهم عن ماذا؟ في التربية، يبحثون عن الطفل المطيع، هم يسمونه طفلا مطيعا، وبإمكاني أن أقول عنه طفل خاضع. اليوم الأب والأم لا يرضون لابنهم أن يقول لا، ونحن نقول دائما أجمل كلمة يقولها الطفل هي كلمة لا. لما تأمره بأمر ويقول لك لا، تقول طيب أين طاعة الوالدين؟ نحن نتكلم عن طفل صغير لم يكلف بعد، لا بطاعة الوالدين ولا بغيرها من التكاليف. فإذا قال لك لا اليوم، غدا لما يكبر علمته أن يقول لا، غدا يكبر يخرج إلى الشارع سيقول لا لتاجر المخدرات، سيقول لا لكل من يريد أن يأخذ به إلى بحر الشبهات، سيقول لا لكل من يريد أن يدنس فطرته وأن يأخذه إلى بحر الشهوات، سيقول لا لكل من يريد أن يجنده في صفه وأن يبعده عن انتمائه لوطنه، لأنه تعلم أن يقول كلمة لا وهو في حضنه التربوي الأول، وهو عند أبيه وعند أمه. خامسا، بين مطلب الصلاح وقوة الشخصية، نحن نتراوح بين هذين المطلبين. كما قلت، أغلب الأسر تبحث عن الطفل الصالح، وهذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ونحن بالمناسبة إذا اجتهدنا واستثمرنا في الولد الصالح فإنه بإمكاننا أن نحصل كل شيء، يعني اللي عندنا طروازونة ثلاثة في واحد. الولد الصالح إذا كبر هذا الولد فتعلم علما نفع به الأمة، صار عندك ولد صالح زائد علم ينتفع به وحصلت الحسنيين. وإذا كبر الولد فكان ولدا صالحا ثم بعد ذلك اقتبس علما أو أخذ علما فعلمه للناس وتصدق بصدقة جارية، صار عندك ثلاثة مع بعض. لكن إذا تركت صدقة جارية ستبقى صدقة جارية، لا يمكن أن تتحول إلى ولد صالح. أو تركت علما سيبقى علم، والولد الصالح هو الاستثمار الذي بإمكانه أن يجمع لك الكل مع بعض. لكن دائما نحن كأسر اليوم إذا سعينا نحو الصلاح فبعضنا يفقد الطفل قوته الشخصية وهو يسعى نحو الصلاح. يعني في طريقنا في إصلاح الولد نخضعه، نتسلط عليه، نضربه على وجهه، نهينه، نمسح بكرامته الأرض، ثم نقول ابننا صالح، ابننا صالح لكنه ضعيف الشخصية. أمام كل شبهة يقع، أمام كل دعوة إلى الشر يفسد ويترك القيم،
لماذا؟ لأننا سعينا نحو الصلاح بإضعاف هذه الشخصية. هذه النقاط الخمسة هي سبب اختيارنا لهذا الموضوع الذي سنتكلم فيه بإذن الله عز وجل. وسنبدأ بأول نقطة وهي تشخيص لواقعنا الحالي، تشخيص يحتاج منا إلى صراحة وإلى وقفة جادة. نحن اليوم لا نتكلم في شؤون التربية، لا نتكلم فقط لنجعل الأمور سوداوية أو لنعطي شيئا من التشاؤم، وإنما إذا أردنا العلاج فعلينا أن نصارح أنفسنا بالمرض الذي نعانيه، وعلينا أن نقف على الداء، وعلينا أن نشخص بصورة حقيقية ليس فيها تفاؤلا مزعوما، وليس فيها ما يسمى اليوم بهذا التفكير الإيجابي. نحن نقول أنه إذا دعونا الناس لأن يفكروا إيجابيا وهم مرضى فأبعدناهم عن حقيقة المرض فهذا تزييف للواقع، وهذه خيانة علمية لا ينبغي أبدا أن نصل إليها. حالنا اليوم، سأتكلم على حال الأسرة الجزائرية بين تطلعاتها وبين ممارساتها، وسنرى الفجوة التي نعاني منها بين ما نتطلع إليه وبين ما نمارسه حقيقة. تطلعاتنا، أولا نحن جميعا نتطلع إلى طفل قوي، حتى لو سألت من لم يدرس التربية بتاتا ولم يأخذ منها حرفا تقول له هل تتطلع أن يكون ابنك قويا أو ضعيفا؟ يقول لك أكيد قوي. هل تحب بنتك أنت تكون قوية ولا ضعيفة؟ يقول لك أكيد نتمنى بنتي تكون قوية. ممتاز، هذه تطلعاتنا. ممارساتنا، نخضع الطفل ونتسلط عليه. يعني طفل صغير 3 سنوات، إذا طلبت منه أنه مثلا يروح يأكل الآن، قلت له روح تأكل الآن، يقول لك لا، نخضعه ونتسلط عليه. تقول له أنت ذكرى قد صبعين تدير رأيك، والله غير تأكل بلم زيتك، ونضربوه ونتسلط عليه ونهينوه ونوكلوه بالسيف عليه. طيب تقول لي هذا لأننا نحب مصلحته، لأننا نربيه. نقول لك شوف، كل مشهد تربوي، كل بيئة تربوية دخل فيها مربي ودخل فيها طفل داخل البيئة، ثم ربح أحدهما وخسر الآخر، هذه لا يمكن أن نسميها بيئة تربوية. لأنه إذا أنت فرضت عليه وتسلطت عليه وفرضت عليه وهو غير مقتنع برأيك، لكن بتسلطك فرضت عليه ذلك، أنت اللي ربحت كمربي وابنك خسر، هذه ليست بيئة تربوية. طيب لو هو اللي بكى ودار رايه وانت ما قدرش تصبر وقلت له خلاص يا يلا مشيت معاك، وهو اللي ربح وانت اللي خسرت، هذه ليست بيئة تربوية. ولكن البيئة التربوية أن نجلس جميعا ونتحاور ونقتنع، وإذا تنازلنا نتنازل أنا شوية من جهتي ويتنازل هو شوية من جهته، ونصل إلى نقطة سواء ترضينا جميعا، ونخرج بمبدأ وين وين، رابح رابح. هذا هي البيئة النموذجية التربوية، نتطلع لطفل قوي لكننا نخضعه ونتسلط عليه. مشينا احنا بمبدأ الطفل ورقة بيضاء نكتب عليها ما نشاء، سودنا ورقاتنا وزدنا سودنا ورقات ولادنا، وصرنا بهذا المبدأ نتدخل في كل شيء. أرواح أنت ورقة بيضاء نكتب فيك ما نشاء، أرواح أنت ورقة بيضاء وشك ناوي تروح في الثانوية وش متخصص؟ يقولنا أنا مثلا حب علوم. لا لا، إحنا نحبينك تروح لغات. لماذا؟ لأنك ورقة بيضاء نكتب فيك ما نشاء. ثم كتبنا التخصص اللي يمشي له ونكتب له حتى الرياضة اللي يمارسها. قل لك أنا ما نحبش هذه الرياضة لكن بابا يحبها. طيب أنت بابا روح دير أنت الرياضة هذيك، علاش أنت تحب رياضة دخل وليدك ليها؟ روح أنت مارسها. علاش أنت حب تقرأ تخصص دخل وليدك؟ كأن وليدك امتداد، كأنه مش شخصية أخرى متفردة. فنحن نفرض عليه ما يدرس وما يقرأ ومن يصاحب وكيف يتكلم ومع من يجلس ومتى يدخل ومتى يخرج. قل لي هو صغير ما يعرفش مصلحته، أنا معك، لكن حاول أن تقنع. أين مهاراتك في الإقناع؟ لماذا الفرض والتسلط؟ لأن هذا سيعلمه الخضوع، وإذا تعلم الخضوع فإنه سيخضع أمام كل من تجاوزه بالطول بسنتيمتر واحد، هذا إذا تعلم الخضوع. إذن زدنا وصلنا إلى حد أن نكبر، وصار عنده 25 و 28 سنة، أراد أن يتزوج، قال أنا حبيت نتزوج فلانة، قلوا له لا، نكتب في صفحتك ما نشاء، احنا حبينا لك بنت خالتك فلانة، إيه، ونخضعه بعد ذلك، ونقول له لو كان ما تتزوج بهذيك اللي خيرناها لك احنا ما ناش راضيين عليك، وما تجينا وما تحوس علينا، وبيناتنا الجنائز، ونخضعه، وحتى إذا تزوج بمن نرضى نبقى ذلك بعد ذلك ما زلنا نكتب في صفحته، فنكتب في صفحته متى يدي مرته الضيف ومتى ما يديهاش.
أنا لا أتكلم إخواني الكرام في عالم آخر، تكلم عن واقع نعيشه. يعني حالات كثيرة تجي المرأة تقول لك أنا زوجي، جيت نسألكم، أنا زوجي نقول له أنا حاب نروح لدارنا، قالت يقول لي أم بعد نقول لك، يروح الكوزينة يتصل بيما يما هي قالت لي حاب نروح لدارنا، وش نقول لها؟ تخيل. فقالت لي أنا الآن عجوزتي ما تربحليش العيب، قالت لي نروح نتصل بها مباشرة، زوج كلمات ملاح نقول أنا حابة، تقول لي روحي يا بنتي. فقالت لي وليت ندي الإذن مع جوزتي. قلت لها الناس بكري وش قالوا؟ قالوا واحد جوابه في فمه، وواحد جوابه في كمه، وواحد جوابه يجيبه من عند أمه. هذه هي. إذن تطلعاتنا طفل قوي، لكن شوف نخضعوه ونسلطوا عليه حتى يولي متزوج وعنده أولاد وما زال ما يقدرش يأخذ قرارات بسيطة في بيته. نتطلع إلى طفل مسؤول، نحب جميعا طفل مسؤول، ولكننا نتحمل المسؤولية بدل عنه في أدنى الأمور. طفل مباشرة ما قبل سنتين، مع بداية سنتين يبدأ الطفل يشعر بالأنا، ويبدأ ينفرد على أمه، ويبدأ يحس بلي هو ويماه زوج حوايج، ويبدأ الطفل يقول خليني ماما ناكل وحدي. الأم واش تقول له؟ لا لا ما تأكلش وحدك لأنه توسخ حوايجك بزاف عليا شغل، أنا أروح أنا نوكل لك. ثم يقول له خليني نلبس وحدي، ما عنديش الوقت، باباك ويصوني لتحت، أروح أنا نلبس لك، زيد لي مشكل مع باباك. وبالتالي يبدأ يطلب هو في أنه يتحمل مسؤولية، خلوني يتحمل مسؤولية، خلوني أنا نكون مسؤول. نحن نتطلع إلى طفل مسؤول، نهارا نجي نعلموه المسؤولية، نقول رضوك أنت ما ترفقش المسؤولية، على بالك لم يحدث عندنا هذا التدني في الذوق الذي نراه اليوم. صار عندنا تدني في الذوق لدرجة أن الشاب 25 سنة جالس حط رجل على رجل، وباباه في 70 و 75 سنة يجيب القفة ويمر عليه في الشارع، والله ما يعاون باباه ولا يروح يمد له يد المساعدة. هذا قديما كنا نعده تدنيا في الذوق. لو كان مع جيرانك، لو كان تشوف جارك شيخ كبير راخد وما تروحش تعاونه، هذا إنسان نقوله هذا إنسان ما عندوش ذوق، ما عندوش إنسانية، فما بالك يشوف باباه ويشوف يماه، يماه اللي تخرج تقضي وهو قاعد في الشارع مع الشباب ولا يتحرك قلبه أبدا. لأننا نتطلع إلى طفل مسؤول لكن نتحمل مسؤولية بدلا عنه. وإذا سمحتم لي نفتح القوس ونقول كلمة. نحن وصلنا اليوم للأسف إلى نوع مما يمكن أن نسميه أنانية، أنانية في التربية. كيفاش أنانية؟ لما الأم يجي وليدها يقول لها خليني ناكل، تقول له لا، ويجي الثاني يقول لها حب أنا نرتب الغرفة ديالي، تقول له لا، ويجي الثالث يقول له حبيت نراجع وحدي، تقول له روح أنا نراجع لك، ويجي الرابع وكلها تخدمهم، تقول لي هذه أم مثالية. نقول لك هذه الأم تعاني من أنانية كبيرة. لماذا الأنانية؟ أي تخدم كامل أولادها، بالعكس ما يشترتاح، أي تنحي من نفسها وتعطيهم. هذه الأم تثبت ذاتها وهي لا تدري، نحن لا نقول بأنها تتعمد، هي تثبت ذاتها من خلال إنجازات تمارسها في البيت على حساب ذوات أولادها. ما يخلي حتى واحد يدير إنجاز باش يثبت ذاته، هي من خلال هذا تريد أن تشعر بوجودها، تريد أن تشعر بذاتها. فاروح أنت نقدم لك خدمة، واروح أنت نخدمك، واروح أنت نجري، واروح أنت نوقف معاك، واروح أنت نراجع لك، المهم أعطيت لكم كل شيء بحياتي، درت لكم كل شيء. فهي الآن تشعر بإشباعها لحاجة الاعتبار وحاجة تحقيق الذات من خلال إنجازات تمارسها، ولكنها أفقدت أولادها هذه الحاجة وهي لا تدري. نتطلع إلى طفل مؤدب، ولكننا ماذا نفعل؟ نضرب ونعاقب ونتسلط. ولما نضرب الطفل تقول لي رحيم لي مؤدب، لكنه يحسن الأدب فقط لمتى؟ إذا حضر العقاب والمعاقب. فإذا غاب العقاب وغاب المعاقب ساء الأدب. هذه مشكلة، طفل مؤدب لكن أكثر شيء نمشي فيه في التأديب وهو التعذيب وليس التأديب. نتطلع إلى طفل سوي الشخصية، نحب يكون عندنا طفل شخصيته سوية، لكن تلقى الأب يربي بطريقة والأم تربي بطريقة، تلقى الأم تقول نعم والأب يقول لا، تلقى الأم تهدد أولادها في البيت خلوا العشية تيجي باباكم أن يقول له. وتعرفوا الناس في العالم ينقسمون إلى ثلاث أقسام، ناس يصنعون الحدث وهم القلة القليلة، يفكرون ويخططون ويصنعون الأحداث، وناس يراقبون الحدث وهي الصحافة والإعلام والناس المهتمة بالأخبار، وناس إذا حدث الحدث قالوا ماذا حدث. لو هذه الثلاثية حطيناها في البيت فتعرف شكون القوى صانع الأحداث؟ هو الطفل يوميا، كل يوم يديرنا حدث، كل يوم يديرنا مشاغبة، كل يوم يدير مشكل، والأم تراقب الحدث. هاني شفتك، ها كي يجي باباك العشية،
والأب كيجي واش كاين اليوم؟ علاه كيمشي نفى؟ واش كاين؟ ماذا حدث؟ المشكل هنا أن الذي يصنع الحدث هو الذي يقود القاطرة فكريا، الذي يصنع الحدث، ونحن نعترف بهذه القيادة التي يملكها الطفل، نعترف بها ضمنيا. لما انتزع فكوليفك وجيت تضربه، بالله عليكم شكون فيكم اللي دارها ولا شكون فيكم اللي سمع ناس داروها وقالوها؟ هو يضرب في وليده ومن بعد يندم، يروح ليه يقول له علاش يا وليدي وصلتني حتى ضربتك؟ على قلتوها ولا سمعتوها من قبل؟ هاي اللي دارها ولا سمعها ناس داروها يرفض يده. علاش يا وليدي وصلتني حتى ضربتك؟ على وصلتني حتى زعفت عليك؟ قولوها صح. عندك واش انا نقول؟ نحن نعترف ونقول لماذا يا بني اوصلتني؟ مادام وصلني ما تلفونه في يده. طيب وانت كيف رفض هو نوض الطوموبيل وقال لك اركب وانت ماكش حاب توصل لديك البلاصه، علاش تركب معه؟ علاش تخليه يوصلك البلاصه انت ماكش حابها؟ لماذا تفعل؟ نحن نتعامل في بيوتنا بردود الافعال لان صاحب الفعل هو الذي يقود ويوصلنا الى المكان الذي لا نريده. لكن اذا فكرنا وخططنا لكل فعل تربوي فاننا نتحمل نحن القياده ونوصل ابناءنا حتى الى المكان الذي لا يريدونه. وهذا ما يسمى بالتربيه الذكيه، ان تاخذ ابنك وتوصله الى المكان الذي تريده انت المربي ولكن باختياره هو، بلا ما تكتب له في الصفحة دياله وش حاب، خلي هو يكتب، لكن يكتب من ماذا يكتب؟ يكتب مما أخذه منك من قيادتك الفكرية تقوده إلى المكان الذي تريد أنت، ولكن كما قلت باختياره هو. الإنسان كائن له عقل، مخلوق أكرمه الله بالعقل، فلذلك لا ينبغي أن يجر الإنسان. الكائنات التي لا عقل لها هي التي تجر، أما الإنسان يقاد بالفكر. طيب، هذا تشخيص لواقعنا بين تطلعاتنا وبين ممارساتنا، والآن سنتكلم في بعض الأمور العملية التي نبدأها بعنوان كيف نبني شخصية الطفل القوية. كيف نبني؟ ما هي الإجراءات التي نقوم بها لبناء شخصية الطفل القوية؟ أولاً وقبل كل شيء، تحب تبني شخصية ابنك القوية، عليك أولاً باختيار أمه. يا رجال أن تختار الأم، واللي فاتوا الاختيار الآن معني غير يقبض السبحة يقول طفرت طفرت طفرت. لا، هذيك لا أتحمل مسؤوليتها. قال لك ما يعاولش هذيك ما نقدر لهاش. احنا خوافين. اختيار أمه واختيار والده واختيار حتى المرأة إذا حبت تربي أولاد صالحين أقوياء فهي أيضا تخير الشخص المناسب. وبالتالي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس. ثانيا، بعد ما اختاروا بعضهم ونيتهم أن يديروا أسرة ويبنيوا جيل صالح ويربي أولاد عندهم قوة شخصية وعندهم صلاح، الأمر الثاني اللي لازم يديروه وهو اتفاق الزوجين على منهج تربوي موحد. والله يا إخوان، أن يتفق الزوجان على منهج تربوي خاطئ أفضل من أن يختلف في منهج تربوي صحيح. نتفق على الخطأ ولا نفترق في الصحيح. مشكلة اختلاف الوالدين، لأن الطفل وش يشوف؟ يشوف الأب مصداقية وقدوة، ويشوف الأم مصداقية وقدوة، ثم يشوف القدوة مع القدوة يتصارعوا. قدوة يقول نعم وقدوة تقول لا، قدوة تقول له هذا الشيء لازم تديره، وقدوة يقول له هذا الشيء بلك تديره. هذه خطورتها في اضطراب شخصية هذا الطفل الذي لا يعرف دائما الخطأ من الصواب، ولا يعرف ما يستحسن من الأفعال وما يستقبح من الأفعال بسبب اختلاط المرجعية عنده وبسبب هذه اللخبطة التي وقعت في شؤون التربية. إذا اتفاق الزوجين، وهنا بالمناسبة في مرحلة الخطبة اليوم، يعني لما الخطيبين يقرب الوقت على العرس ويبدأوا يفكروا وين يسكنوا وين يكريوا ويفكروا كيفاش يأثوا البيت ويفكروا واش يشريوا واش يديروا، أنا أقول لك أولى من كل هذا أن نفكر إذا جاء الأولاد كيف نربيهم. هذه أولى الأولويات، أن يجتمع في محاضرات في ملتقيات مثل هذه، أن يقرأ كتب في التربية. قال هذا الكتاب أنت قرأه وأنا نقرأه، خطيبين، ولما أنت تلخصه وأنا نلخصه ونشوف الأمور اللي استفدناها، فتتوحد الرؤى ويعملوا بمنهج واحد. هذا أسلم وأكثر
مصداقية وأكثر اتزانا بالنسبة لشخصية الطفل. ثالثا الاستعداد النفسي للمربي، الاستعداد النفسي للمربي. لماذا؟ لأن الأمر لا يمكن أبدا، إذا فقط لأنه التحق جملة من الأساتذة الأفاضل، التحق أيضا السيد رئيس الدائرة، مرحبا بكم سيدي، وكما أرحب بجملة من الأساتذة الأفاضل، يعني لا أذكر أحدا باسمه حتى لا يغضبوا مني، بعضهم زميلي بجامعة تمثيلة وقريب وتربطنا جملة من العلاقات، مرحبا بالجميع واستسمح الأستاذ. أسامة حطيتني فرصة نشكركم. إذن قلنا الاستعداد النفسي للمربي، وبالتالي احنا عندنا ردود الافعال التي نربي بها اللي تكلمت عليها سابقا، المشكله فيها وش هي؟ المشكله اننا نجد انفسنا نخسر مرتين، نخسر في رده فعل سريعه صدرت من برامج انشئنا عليها، تم تنشئتنا عليها، نشؤونا على الضرب ويعرف من الضرب، نشؤونا على مش عارف انا انه ما يكبر راس تيشي براس، لازم احنا نشيبو ما يكبروا على حسابنا على ظهورنا، نشؤون على بعض الكلمات اللي خلاتنا احنا في التربيه نجد بعض العصبيه التي لا نجدها مع طفل اخر خارج البيئه الاسريه. نعطيكم مثال، يجيني واحد مره يقول لي عندي مشكله، بصح اصبر عليا برك، قال لي كاين واحد وليد جارنا 15 سنه راهو يدخن. قلت اسمح لي ما نقدروش الاستشارات هذه نديروها بالوساطه، قلت لازم يجي بابات هذا السيد هذا اللي يدخن. قال لي اصبر عليا انا جايك. قال لي هذا جارنا لقاه تكتشف باباه بلي وليده يتكيف، وبالتالي لقيت انا جاري وصديقي قال لي لقيته طالع للدار زعفان، قال لي قلت له واش كاين؟ قال له وليدي اكتشف بلي يتكيف واليوم والله مش عارف واش ندير فيه. قال لي قلت له ما طلعش هكذا البيت زعفان ممكن ندير مشكله اكبر. قال لي خديته القهوه وجلسنا حوالي ساعه ونصحته وجهته قلت له وليدك او يحشم منك خليه يحشم على ترتي فتحه وليدك كذا، حاول تبدل له البيئه، حاول تبدل له اصحابه، سجله في الرياضه، اديه معك للمسجد، ابدا مره على مره تبعث له رسائل على التدخين، مره تبعث له فيديوهات وامشي معاه غير بالعقل. قلت له ما شاء الله كنصحته واش تزيد؟ قال لي اصبر عليا انا ما جيتكش على جال هذه مقدمه. قال لي نهار اكتشفت وليدي يدخن انا قال لي دوكا راه مكسر، قال لي داير بلاط، قال لي ضربته ولا كسرته. قال لي وانا ننصح فيه على وليد الجيران نقول له بالك تضرب وليدك وبالك. اي قلت له دوكا انت علمتني حاجه هي قاعده ساضيفها الى ما كتبت، وهي ربوا اولادكم كانهم اولاد الجيران، غير تجي تشوف وليدك ولا هذا وليد جاري فلان. هنا تولي تحترمه وتشوف له جه باباه وتعرف تتعامل معه، اما اذا كان وليدك تمسكري ومن بعد باش تفيق. فصار عندنا مشكله وهي انه هذه سرعه رده الفعل مستحيل علميا انه تنبع من القيم. دائما تجي متاخره. رده فعلنا السريعه تجي من عاداتنا، تجي من تنشئتنا، تجي من لي بروغرام ديالنا من الويندوز ديالك. رده فعل سريعه ضربت وليدك، عنفته، سبيته، شتمته. بعدها مباشرة ثواني تجي القيم، تقول لك علاش دير هكذا؟ هكذا يربوا الناس، هكذا تقول لوليدك، تلعن فيه، هاك دعيت عليه بالشر، ولو كان تقول الملائكة آمين، تحب الشر لوليدك أنت؟ هكذا زعما أنت قريت، هكذا دير لولادك، ياك تحبهم، شفت وليدك واش دار؟ هنا واش تولي أنت؟ تولي تخسر موقفين، تخسر الموقف الأول مع وليدك وتخسر مع ضميرك، مش مرتاح. طيب ماذا نفعل؟ ما دمنا احنا دائما في ردود الافعال، فعلى الاقل على الاقل حاول تصحح البرامج ديالك لو ينبع منها رده فعل سريعه. فينبع رده فعلك السريعه من برنامج صحيح مبني على افكار تربويه صحيحه، فتتوافق افكارك وبرنامجك في رده الفعل يتوافق مع القيم، فتربح موقفين، موقف مع وليدك وموقف مع ضميرك بعد ثواني، كي تجي القيم وتحضر تقول لك احسنت. هذا ما كان ينبغي لك أن تفعل، وهذا لا يتأتى إلا بالاستعداد النفسي المربي والتخلص من الضغوط النفسية التي نعيشها. أغلب اليوم اللي يعنف أولاده ويضربهم ويقسو عليهم يقول لك كنت هنا الله غالب. كنت هنا على بالك كاين بعض المربين مش لازم نديروا لهم، نقول لهم لازم نكتبوا لكم بلاكة مكتوب فيها هنا علقها في صدرك مكتوب فيها لا يترك في متناول الطفل. واضح؟ لا يترك في متى هذا دواء، هذا دواء بصح يمرض لا يليق بالاطفال. نهار تكون انت مقلق وجاي من مشاكلك في العمل والروتين وزحمه المرور، هنا دوكا ما تخش للدار، روح انت تلاقى مع صاحبك ولا روح جلس جهه البحر ولا روح لكاش جهه خاليه وشرب اتاي مع نفسك
ولا خصاتك قهوة راح تشرب قهوة، نهار تشوف نفسيتك مرتاحة أرواح نقلبوا لك اللافتة يترك في متناول الطفل. دوكا تقدر تدخل لمحيط الطفل، لأن محيط الطفل نظيف جدا وحساس جدا، فلا نلوثه، فلا ينبغي لنا أن نلوثه بأفكارنا السوداوية وبمشاكلنا اليومية. رابعا، احتواء مرحلة العناد عند الأطفال. الشخصية القوية مبدأها منين؟ ما هي لغة الشخصية القوية؟ هي لغة العناد. لما يبدأ الطفل يقول لا، لما يبدأ الطفل يقول ندير رأيي ماشي رأيكم، لما يبدأ الطفل يقول أنامو في الوقت اللي نحب أنا، هنا لازم العناد ما نكسروش، لأنه إذا كسرنا العناد وقلنا لا أبدا تمشي كما نحبو حنا ماشي كما تحب أنت، فهنا رانا ما ناش نكسرو في العناد فقط، وإنما رانا نكسرو في اللغة الوحيدة التي يمكنه من خلالها أن يبني شخصيته القوية. هذه اللغة الوحيدة الطفل ليبني بها شخصيته هي لغة العناد، أن يقول لا. وبالتالي علينا أن نحتوي. تقول لي كيف نحتوي؟ نعطيك نقاط سريعة. أولا، تقبل المرحلة، هذه مرحلة وتجوز. بعدها الطفل 7 سنوات يدخل في مرحلة أخرى، يولي يسمع لك الكلام، يحتاج فقط إلى تبرير، يحتاج أن تفرق بين لا المزاجية اللي نقولوا احنا لا لا، تقول له علاش علاش، يقول لك طفل علاش يا بابا لا لا، تقول له قلت لك لا 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 ما تناقشنيش، ومرة مرة نقولوا له نفحت لي هكذا ركبت لي في راسي. النبي عليه الصلاة والسلام وجد الحسن بن علي وقد أخذ تمرة سقطت، يقال من تمر الصدقة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كخ، إنها لا تحل لنا، إنها من تمر الصدقة. وفي رواية قال إنها لا تحل لنا فإن آل بيت محمد لا يأكلون من الصدقة. الطفل كان عنده 4 سنوات، كيفاش يفهم هذه المسألة الفقهية؟ لكن يكفي أن يفهم أنه شخصية محترمة، يكفي أن يفهم بأن قدرناه وأعطيناه السبب، فإذا ما فهمش السبب اليوم يكبر ويفهمه، لكن يفهم أننا لم نخضعه ولم نتسلط عليه، وإنما أعطيناه شيئا أو أمرا مبررا أو نهيا مبررا. طيب، قلنا هذه مثلا واحدة، أن نتقبل المرحلة. ثانيا، احتواء مرحلة العناد يكون باستخدام الخيارات والبدائل. لما وليدك يوصل 2 إلى 7 سنوات ويبدأ يقول لا، هنا ابتعد عن الأوامر المباشرة، وابتعد أيضا عن الأسئلة المباشرة. الأوامر المباشرة تعني تروح تراجع دروسك، أمر مباشر، فهو يقول لك لا وانت أصلا جاي مشحون من الخارج. وإذا كانت الأم أصلا دي جبلك هي مش متفاهمة مع رجلها، والأم إذا ما تفهمش مع رجلها ما تقدرش هي تزعف عليه ولا ترفض صوتها عليه تقبض الأولاد أرواحه، أنا نصبر على جلكم. فهنا رأي حساسية من كل جهة، الأب راهو على الآخر والأم راهي على الآخر، والطفل يجي في الوسط روح تراجع يقول لا، هذاك واش كانوا يستناو، دوك انت تقول لا لا أرواح، فيبدأ العقاب. إذا ابتعد عن الأوامر المباشرة، استبدل هذه الأوامر بالخيارات. يا وليدي اليوم إن شاء الله راك ناوي تراجع على 5 ولا على 6 ولا 7، ويبدأ يفكر 6 خير كيما تحب انت، انت اللي تخير. فإذا اختار هو حس بلي هو اللي اخذ القرار، فكأنك دعمت العناد اللي فيه يحس بلي واخذ القرار، بس هو القرار قرارك لأنك انت حطيته في صندوق من القرارات التي اخترتها أنت. هذا واحد. 2، إياك أن تعطيه خيارات غير متاحة، وهذا المشكل الذي نقع فيه. تجي الأم لوليدها تقول له دوك انت تراجع ولا ما تراجعش، يقولها ما راجعش، تضربه، على ضربتيه، تضربي روحك ولا تعطي له خيار ما تراجعش، وانت حباته يراجع، على تعطي له شوا ما تراجعش، تحبه يراجع، لا تقول تراجع ولا ما تراجع. دوك انت تاكل ولا ما تاكلش؟ من حقه يقول لك ما ناكلش، انت عطيت له تاكل ولا ما تاكلش؟ قول له تاكل وحدك ولا مع خوتك، فتاكل فيها فيها، لكن خير معاه من تاكل. فهو يشعر بانه دعم شخصيته والقرار جاء منه، لكن والقرار جاء منك في الاساس. بين قوسين يعني اولادي تعلموا هذا الشيء ولو يطبقوا عليا، يجي لي صغير يقول لي ابي 20,000 هذيك تعطيها لي دوكا ولا من بعد؟ نقول له لا دوكا لا من بعد. ما تعطيها لي فيها فيها، خير بك الوقت. صح. ثالثا، احتواء مرحلة العناد يكون قلنا أولا بالتقبل، ثانيا باستخدام الخيارات، ثالثا الابتعاد عن الأسئلة المباشرة اللي ممكن فيها نعلم الطفل قيمة ونفقده قيمة أخرى. تحكموا فيك وأنا وتزيره صليت ولا لا؟ هنا واعر، يقول لك صليت يكذب، راك علمته الكذب وزدت علمته أن الكذب من جات، لأنه أنت كي ترفد له سبتة وتقول له لا صليت ولا لا، هذا غبي لو كان ما يكذبش.
حتى الكذب يجوز هنا شرعا لأنه أمام سلطان جائر. رفض اللي صرت أنت تشمي وتقول له تم كيفاش ما يكذبش، لازم يسلك روحه هنا، لازم يسلك روحه. فأنت في هذا الموقف راك تعلم الكذب وزيد تسوق للكذب أنه من جات، إذا كذب تسلك. فهو مش هيدير حتى إذا ما صلاش يقول لك صليت، فابتعد عن الأسئلة المباشرة وغير الأسئلة بالدعوة إلى تعال بنا يا بني، أو أذن تعال بنا نصلي، أرواح صلوا مع بعض. هذه الأسرة التي أسميها أسرة الكتلة، أسرة تتحرك كتلة. اليوم لا الأنترنت ولا الشبهات ولا الشهوات ولا كل ما يعصف بأجيالنا وبأولادنا يقدر يدي أولادنا غير إذا خليناهم وحدهم. نهار الأسرة تتفرق، الأب في التلفزيون، الأم راهي في الإنترنت، والأب والطفل هذا راهو مع التلفزيون ولا مع التليفون، والطفلة راهي مع الفيسبوك، والطفل الآخر مع الواتساب. هنا الشيطان يلقى بغيته، وكل واحد وحده يأكل، والذئب يأكل من الغنم القاصية. لكن الأسرة اللي تحرك ككتلة أسرة، جاء وقت صلاة صلات جميعا، جاء وقت العشاء تعشوا كامل، جاء وقت القراية راحوا كامل يقراوا. علاش ولادنا يقراوا لامتحاناتهم وفروضهم ونحن ما نقراوش؟ اللي ما يعرفش فينا يقرا يعرف فيها جيزوس بروف، يفتح الكتاب ويقرا سوره قل هو الله احد، سوره الاخلاص تعدل ثلث القران. وليدك ويقرا في قرايته وانت تقرا قرانك، ونقرا جميعا. كملنا وقت القرايه، كمل وليدي قرايته، انا نطوي المصحف، يلا نروحوا مع بعض. انا واش نديروا؟ نتجلسوا مع بعض، حتى التلفزيون نشوفوا مع بعض، حتى الانترنت نستخدموها مع بعض. هذه الاسره هذه التي تتحرك ككتله، هذه يصعب جدا على الشيطان ان يؤذي وياخذ منها اولادها. طيب، خامسا إشباع الاحتياجات النفسية كحاجة الاعتبار، حاجة تحقيق الذات وغيرها من الاحتياجات، وهذا أيضا يدعم قوة الشخصية. لما وليدنا يحسن نقول له أحسنت بلا مزيته، بس نهار يسيء ويغلط أروح حكمتك في الجراوند، كنت نعس فيك، عندي شحال وين نلملك أروح. لكن هو شحال من حسنة دارها؟ تعرف احنا أحيانا يجيو ناس يقولوا لي وليدي كذاب، شحال في عمره؟ قولي 15 سنة. شحال من مرة كذب عليك؟ والله غير دوكا واحد خمس مرات. خمس مرات 15 سنة شحال من مرة صدق معاك؟ ما نقدرش نحسب. لا لا، كي كان صغير كان صادق. شحال من مرة؟ بزاف. شحال بزاف؟ 10,000. على ما سميتوش صديق وقد صدق معك 10,000 مرة، وسميته كذاب بصيغة المبالغة لأنه كذب فقط خمس مرات. هذا المشكل، الرادار تاعنا يحكم أصحاب الأخطاء، عندنا رادار يقبض برك اللي غلط، صلي دار حسنة ما يشوفوش ما يقبضوش. النبي عليه الصلاة والسلام كان يربي بقاعدة، ضبطتك حكمتك في لاغراند صافاش، ضبطتك وأنت تحسن صنعا. فإذا وجد صحابيا قد أحسن صنعا ضبطه وجابه قدام الناس وأثنى عليه أمام الناس، وعلى سبيل ذلك قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وعلى سبيل ذلك قال لذلك الرجل الذي أكرم الأعرابي، النبي صلى الله عليه وسلم جاء ضيف قالوا من يضيف هذا الرجل، فمر النبي على بيوتاته فلم يجد طعاما لضيفه، خرج المسجد قال شكون يضيف هذا السيد، جاء رجل من الأنصار قال ضيفي ضيفك يا رسول الله، راح لزوجته قال ماذا نقدم لضيف رسول الله، قالت ليس هناك طعام إلا طعام الأولاد، قال أشغليهم حتى يناموا، لتي الأولاد حتى يرقدوا، ثم اعمدي إلى الطعام فضعيه على المائدة، حطي الطعام، ثم اعمدي إلى السراج كأنك تصلحيه، روحي اللومبا رجليها وطفيها. قالت له علاش ناكلوا في الظلمه؟ قال باش ما يحشمش الضيف، ما خلوش ياكل وحده، نمدوا يدينا فارغه ونرجعوها فارغه حتى يشبع ضيف رسول الله، بالك ما تكفيش الماكله، ما يشوفناش بلي ماناش ناكلوا، المغارف كاينين بصح يولوا فارغين حتى يشبع الضيف، فاكل حتى شبع، وما شاء الله كان جيعان ما خلا والو، فباتوا هما جيعانين واولادهم جيعانين، في الصباح يجي جبريل، ضبطتك وانت تحسن صنعا، هذه والله ما تفوت، هذه الحسنه تجوز هكذاك. والنبي عليه الصلاة والسلام ضبطتك وأنت تحسن صنعا، فصلى الغداة ودعا هذا الرجل قال لقد ضحك الله البارحة من فعلتك أنت وزوجتك، وفي رواية قال لقد تعجب الله من فعلتك البارحة أنت وزوجتك. كان رجل من الأعراب في آخر المسجد سمع لقد ضحك الله، قال أو يضحك ربنا؟ قال نعم، قال ما عدمنا خيرا من رب يضحك. طيب، مدح الفعلي الذي يقوم به الطفل، أن نمدح الفعل الذي يقوم به الطفل، وأحيانا نحن بحاجة إلى أن نمدح الطفل وأن نمدح ما نريده في الطفل، يعني نمدحه بما فيه وبما نتمنى أن يكون فيه.
حتى بالحوايج اللي ماشي فيه. يعني يا بني أنت هادئ لأني أنا أحب يكون هادئ. قولي بس هو موش هادئ. قولك ما كاش طفل ماشي هادئ في 24 ساعة. يعني على الأقل كيكون راقد يكون هادئ. فأنت تمدح ذلك الهدوء. وإذا مدحته فإنه سيتعزز. وكما ذكر سيدنا في البداية كل سلوك رائع لم نمدحه أطفأناه. كاين سلوكيات في بلادنا كانت رائعة لكن كي كبروا شوية راحت. وين راحت؟ انطفأ السلوك بسبب قلة المدح، ما مدحناش، لم يغذى، لم يسقى بالمدح. وكم من سلوك سلبي قاعدين غير ننتقدوا فيه ونسقيوه، فتشوف سلوك كبر تقول أنا شحال مرة نصحه ونقول له ما تزيدش تعاودوا ويزيد يعاودوا. ما دمت تركز على ذلك السلوك فإنه في الغالب سيتعزز. طيب، بناء العلاقة وحوار الصداقة الذي يبني قوة الشخصية أنه تكون بينك وبين أولادك علاقة وحوار صداقة. يعني اليوم مثلا ما هي العلاقة بين الأب وبنته؟ ما هي حدودها؟ إلى أي مدى تقدر توصل؟ بعض الناس بنته إذا وصلت 8-9 سنين يقطعها، يقول لك كبرت، كبرت يقطعها لدرجة أنه ممكن يسلم عليها من العيد للعيد، ممكن يعنق بنته غير بالمناسبة. طيب بنتك هذه تحتاج إلى حب وحاجتها إلى الحب اليوم أكثر مما كانت عليه صغيرة، اليوم تحتاج إلى الحب أكثر. بعض الآباء يقول لنا والله غير نحشم نسلم على بنتي، راهي 11 سنة. نقول له إذا تحشم تتسلم عليها وتقول لها يا بنتي نحبك ما تخافش، كاين ناس في الشارع ما يحشموش يقولوا لها هذه الكلمة وجاهزين. أي بنت محتاجة يحبوها يقول أنا جاهزين، عندنا من المشاعر ما يكفي، حتى هما خرجوا من بيوت لا تعبر عن الحب. النبي عليه الصلاة والسلام كانت إذا جاءت ابنته فاطمة وهي متزوجة في بيتها، في بيت أهلها، في بيت دارها، كي تجي تزور النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم إليها، ينوض ليها، يسبقها، ينوض ليها، ويقبل بين عينيها، ويقبل يدها، ويجلسها في مجلسه عليه الصلاة والسلام. واليوم تقول لي أنت نحشم نسلم، ونحشم نقرب البنتي، ونحشم نقول لها نحبك. وبعض الآباء حتى مع الأولاد، خصوصا الآباء، هذه مع بعض الرجل الجزائري، كلمة الحب توجعه في الاسطومة، أنا أتحب أسلم. واحد قال لك ندرب نفسي نقول مرتين حبك، جاي طريق كامل قال لك ولا ياك حلالي، اليوم لازم نقول نحبك ويولف، واش فيها؟ ما فيها والو. اليوم نقول نحبك، وصل عندها الباب، هي فتحت الباب قال نحبك، بصح فاجاته دارت له هكذا وقالت له واش تحب فيا؟ قال هذه مازال ما رجعتهاش لله، لانه المراه حتى المشاعر لا تريدها الا مفصله، المرأة تفصيلية حتى في المشاعر. والله ما تسلك بالإجمال، إحنا اللي نحبوا الإجمال، ما تسلكش، هي تفصيلية حتى في المشاعر. طيب أحاول الاختصار، شحال باقي لي وقت؟ فت الوقت وقيل. نعم، التطعيم الثلاثي من أهم ما يبني قوة شخصية، والتطعيم الثلاثي. إحنا نعرف التطعيم تاع شهر، نعرف الفاكسين بالك تاع 3 شهور دوك تبدل شوية، وبكري نشفاو على 18 شهر الإعادة، هذه كان شفاو عليها. لكن كاين تطعيم ثلاثي مهم جدا خصوصا في مرحلة المراهقة. هذا التطعيم نحن بحاجة إليه وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة جاءوا الناس استقبلوه، وخرج ممن استقبله رجل يسمى زيد بن حارثة، لا هذا زيد بن ثابت الأنصاري، يعني باباه اسمه ثابت بن عبد الله الأنصاري، جاب معه وليده زيد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا ابن زيد يحفظ شيئا من القرآن. يعني زيد 12 سنة كان، وزيد هو في المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم أول دخوله سمع بعض الآيات حفظها، 12 سنة فارغ ما عندوش مسؤوليات، ما هو مزوج، ما عنده أولاد، زيادة على ذلك عنده ذكاء لغوي حاد، سمع آيات حفظها وأداها كما حفظها. فقال اقرأ علي يا زيد، فقرأ بعض الآيات. هذا الطاقة الكبيرة وهذا الفراغ اللي عنده، هذا لو كان احنا ما نطعموش ما نديروش الفاكسان، هذا يجوا أعدائنا يدوه، كما ادوا كثير من شبابنا اليوم بانتماءات مختلفة، ولو يخدموا ضد بلادهم، ضد صحته، يخدم ضد صحته ومش عارف، يخدم ضد أهله، يبهدل فاميلته، يبهدل بلاده، لأنه طاقة كبيرة، وقت فارغ، وما عندوش مسؤوليات، وحماسة وقدرة الشباب وقوة الطاقة تاعهم، ولكننا لم نستغلها أحسن استغلال. فالنبي عليه الصلاة والسلام دل له طروا فاكسان، تطعيم ثلاثي، قال له يا زيد تعلم، وهذه المسؤولية، حمله مسؤولية التعلم، تعلم. وقبل ما يسأل ماذا أتعلم، لا فيزيون، أعطيني الرؤية، وش نتعلم؟ قال له يا زيد تعلم، هذه الفاكسان الأولى، المسؤولية الثانية الرؤية، تعلم كتاب يهود، أي لغة اليهود، تعلم كتاب يهود. طيب
ما هي المهمة لا ميسيون ديالي، واش هي مهمتي في الحياة أي الرسالة؟ قال فإني أخشى على القرآن منهم، وفي رواية فإني لا آمن يهود على كتاب. إذن زيد بن ثابت يا جماعة حفظ لغة اليهود بلهجاتها في 15 يوما. حنا دوكا دير ليسونس الفرنسي وانت تقرأ 14 سنة الفرنسي وتخرج ما تعرفش تكتب مقال، وحافظها في 15 يوم. علاش؟ لأنه تطعيم ثلاثي دالو طوا فاكسان، مسؤولية رؤية ورسالة، مهمتك في الحياة. ثم شوف النبي عليه الصلاة والسلام يوكل مهمة حفظ القرآن من تحريف اليهود لواحد عنده 12 سنة. احنا اليوم 12 سنة ما نمنوش على خو صغير، تخليه في الدار تقول له عس خوك ونقول خاني خايفش ما يدير فيه. وزيد تاني احنا كيف نوصيوه كي نجو خارجين، بالك طرح العيني ها، بالك شما تجبدو ودنو ولا شما دي، بالك ترفدو وطيحو، هو غير يروح يقول واش قالوا لي، بالك عينيه يروح نجرب كيما وصيناه سوا سوا. طيب، آثار بناء الشخصية القوية على المجتمع. إذا استطعنا أن نبني الشخصية القوية فإننا سنحصل مجموعة من الآثار. أولها وأهمها الخروج من دائرة التأثر إلى التأثير، ومن دائرة ردة الفعل إلى الفعل. لأنه اليوم تعبنا من ردة الفعل، يجي واحد مثال بركة، يجي واحد نكرة في بلاد واحد ما سامع به، هو في بلاد واحد ما سامع به، يرسم رسومات مسيئة على النبي عليه الصلاة والسلام، واللي يقول كلمة ماشي مريحة، واش يدير؟ شباب ملايين في الأمة الإسلامية يخرجوا مظاهرات، يخرجوا مظاهرات يعبروا على رأيهم، معليش، يخرجوا يحرقوا بلدية، وبلدية واش دارت لك؟ هي اللي سبت النبي عليه الصلاة والسلام، يخرجوا يغلقوا الطرقات على الناس، يعطلوا مصالح الناس، نصرة لنبي الله. وقتاش يجي واحد مسلم، شاب مسلم، يدير كلمة، يخترع اختراع، يكتب مقالة، فتخرج أوروبا عن بكرة أبيها ويحرقوا البلدياتهم وولاياتهم ونتهنوا منهم قاع. وقتاش؟ وقتاش نقولوا احنا أصحاب فعل؟ إلى متى نبقوا واحد يقول كلمة احنا نرد الفعل؟ ثم ردود الفعل دائما تكون عشوائية، عفوية، غير محسوبة، وتكون حماسية. حماسية تغلي شوية تغلي شوية نعاود تولي الأمور إلى نصابها، وتلقى شبابنا اللي خرجوا إلا رسول الله تلقاهم هما بعد أسبوع عاودوا ولاو لا صلاة لا قرآن، وهو كيزعف يسب ربي وإلا رسول الله. هذه المشكلة. يعني أما أصحاب الفعل فدائما ينتقلوا إلى التأثر وليس إلى التأثير. ثانيا زيادة إنتاجية الفرد وفاعليته، كلما كان قوي الشخصية كلما زادت الفاعلية في المجتمع وزاد الإنتاج. أيضا القدرة على توريث القوة، لما يكون عندنا جيل قوي الشخصية إذن هذا الجيل هذا رح يورث هذا القوة وينشئ ويكون ويعيد تشكيل نفس النموذج في أولاده. رابعا محاربة كل الظواهر والآفات الاجتماعية بقوة شخصية الشباب، لأنه اليوم كاين واحد الأماكن ما نقدروش نوصلوها، يقدروا شبابنا يوصلوها. إذا ربينا شبابنا على قوة الشخصية يقدروا يوصلوا الأماكن وين ينقذوا بعض الشباب اللي طاحوا في أوكار الفساد. خامسا العمل الاجتماعي وانتشار ثقافة الخدمات الخيرية بشباب قوي، وشفنا مظاهر لقوة الشباب لقوة شخصيتهم رائعة في رمضان. بعض الشباب 30 يوم ما يفطرش مع دارهم، 30 يوم وفلو طرود، يجري صباح للمحسنين ويطيبوا حاجة سخونة ويخرجوها للناس يوكلوهم. شفنا نماذج رائعة المدارس القرآنية، عندنا الآن أكثر من 1,000,000 متمدرس في المدارس القرآنية مسجل رسميا، هذا كله يبشر بالخير بإذن الله. سادسا إشباع حاجة الانتماء المجتمعي وتوحيد الرؤية عند شباب الأمة. رابعا دحض وتفنيد الشبهات الفكرية، الشبهات الفكرية خاصة المتعلقة يعني بالإلحاد وغير ذلك. التوصيات وأختي إن شاء الله، واحد مما أوصي به من خلال هذه المداخلة نشر ثقافة التربية الإيجابية الأصيلة في قيمها، الأصيلة في قيمها أي المستمدة من تربية النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في وسائلها واستراتيجياتها. ثانيا تفعيل دور المساجد من خلال تأطير الأئمة وتكوينهم في المجال التربوي، أن يكون كل إمام مكون في هذا المجال، لأنه أغلب ما يأتي الإمام اليوم والله ما هي فتاوى، أغلب اللي يجيه عندي مشكلة مع وليدي، عندي مشكلة مع مرتي، عندي مشكلة مع وليد خويا، عندي مشكلة مع أخويا، أغلبها مشاكل اجتماعية. فإن كان عنده اجتهادات خاصة يقدر ينفع، وإذا ما كانش عنده ربما يريد أحيانا أن ينفع فيفسد وهو لا يدري. ثالثا توثيق مخرجات الملتقيات التي تقوم بها الجمعية ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى تصل إلى يعني ممن لا يحضروا.
أو ممن لا ينتمي إلى الجمعية ولا يتابع أشغالها. رابعا الاهتمام بالمحاضن التربوية ومخيمات الشباب التي دائما كان لها دور كبير في تربية النشأ. وخامسا تكوين الشباب وتسليم المشعل لهم ومرافقتهم. نحن بحاجة اليوم حتى في الجمعيات أن نكون شباب ونسلمهم المشعل ونثق فيهم كما وثق فيه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.